مرحبا، معكم زينة برغوتي، أخصائي تغذية من عيادة زينة نيوتريشن ويلنس. حابة أحكيكم شوي عن إيش الأشياء اللي لازم نهتم فيها للبشرة تبعتنا. بداية البشرة تتأثر بكتير عوامل، منها الأكل، طريقة نمط الحياة، الاسترس، النوم، وكمان أكيد التروية. من أهم الأشياء اللي لازم نركز عليها أول شيء التروية، أكيد نشرب الماء بطريقة كفاية، خصوصا هلأ مع فصل الصيف درجات الحرارة عم ترتفع، كتير مهم إنه يكون عندنا شرب الماء بطريقة كفاية. اثنين، موضوع نمط الحياة اللي عم نحكي عن النوم برضو كتير مهم لصحة البشرة، النوم يكون عامل من العوامل اللي نهتم فيها كتير. بخصوص موضوع الأكل، أكيد كتير مهم أن ننتبه على نوعية الأكل. بداية المغذيات اللي بتهم البشرة عندنا الفيتامين سي، اللي هو موجود بالحمضيات، موجود بالورقيات الخضراء، موجود بالتوت، موجود بالستروبري، بالفراولة، فكتير والفلفل الحلو. فكتير مهم نحاول نركز على هذا الموضوع. اثنين، عندنا موضوع الليكوبين اللي هو المغذي كثير برضه مهم للبشره، اللي هو موجود بالبندوره، موجود في البطيخ، والبطيخ هلا فواكه موسميه. عندنا البيتا كاروتين اللي هو برضه كثير مهم، اللي هو موجود بالجزر، بالبطاطا الحلوه، اللي كمان كثير مهم انه ندخلها بنمط حياتنا. وطبعا عندنا الزنك اللي هو برضه مهم جدا لصحه البشره، اللي موجود بالدجاج، باللحمه، بالبقوليات زي العدس، فكثير مهم كمان انه ندخل هذا الموضوع. عندنا شق كمان هو موضوع الدهون الصحية، واللي كتير كمان مهمة، اللي هي مثل الأفوكادو، الأسماك زي السالمون، السمك الأبيض، وطبعا غير إنه المكسرات والبذور كمان غنية جدا بالدهون الصحية اللي مهمة جدا كمان لبشرتنا. فإذا بنلاحظ كتير البشرة المغذيات بتتعلق بنضارتها وصحتها كتير مهمة. بالمقابل لازم كتير ننتبه على موضوع إيش لازم نبعد، بمعنى إنه نحاول نبعد عن الأكل السكريات بطريقة كتير كبيرة، لأنه برضو السكريات بإفراط أو لما ناكل السكريات بطريقة مفرطة هذا الشيء بأثر سلبيا وبالتالي بيخفف من نضارة البشرة. اثنين، موضوع التدخين كعادة كتير مهم انه كمان الاشخاص اللي بتدخن تحاول تفكر موضوع انه كيف التدخين عم بيأثر سلبيا على بشرتها. زي ما حكينا النوم بطريقة كفاية كمان هذا كتير مهم، وكمان بالمقابل احنا حكينا عن التروية ليش مهمة، بس بالمقابل كمان الكافيين كمان مهم انه نحاول انه نخفف من الكافيين اللي هي موجودة بالقهوة، بالشاي، مشروبات الطاقة، لانها برضو بتعمل جفاف للبشرة وبنفس الوقت بتأثر سلبيا. فنضارة البشرة غير انه طبعا الشق اللي هو اللي لازم نستخدم مواقع الشمس ونحاول دائما انه يكون في مرطب والى اخره، بس اذا نلاحظ شق البشرة الصحي بتعلق اكتر من عامل، فزي ما حكينا عامل المغذيات وعامل اللايف ستايل اللي عوامل الحياتية لازم ننتبه عليها.